أكيد يسعدنا اليوم نستضيف الخبيرة في مجال تصميم وتنفيذ التوزيعات في المناسبات خاصة المتعلقة بيومنا الوطني. جيهان فيصل، نتعرف معها على تصاميم توزيعات اليوم الوطني وكيف اختار التوزيعات المناسبة وكيف تختار التوزيعات المناسبة لكل مناسبة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، أول شيء لي الشرف تواجدي اليوم معاكم، أيضا حابة أهني الشعب السعودي والملك وكذلك ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني. الله عليك. أكيد أنا ودي في البداية أسمع منك كلمة لليوم الوطني إذا أنت حابة. كمان ودي كمان تحدثينا عن قصة مشروعك في البداية، كيف كانت بداياتك جيهان؟ بداياتي تقريبا بديت قبل سنة انزين برمضان، كانت البداية بمبلغ مرة بسيط، كان هو بداية مشروعنا كأدهم تقريبا. أساسا إيش دخلنا مجال التوزيعات اللي هو بموضوع أنه كثير يجينا كومنت من الأصدقاء والأهل أنه توزيعاتكم أو الهدايا اللي نقدمها لهم بشكل تصميمنا لنا الخاص، فمن هنا استوحينا أنه لا نبدأ في مجال التوزيعات، فكانت هذه بداية الانطلاق. كثير يجونا أسئلة بخصوص اسم أدهم، يعتقدون أنه اسم ولد أو يعتقدون أن اسم أدهم شخص. في الاسم أدهم اسم مصطلح يدل على غماقة اللون، أن اللون غامق العنابي، فهي أساساً أهل نجد دائماً يقولون نحتاج اللون الأدهم، فمن هنا بدينا اسم أدهم. يا سلام عليك. طيب أنا قاعد أشوف هنا أول مرة أقول قبلها نقول كليجة كيوت كذا مع كوب، شو السالفة؟ هذه كليجة من مستوحناها من منطقة القصيم، عبارة عن فنجال فخار، وأيضا على كليجة أساسا من صنع بناتنا في القصيم ما شاء الله، فحبينا أنه نمزج الثقافة اللي موجودة سواء منطقة القصيم أو أي مناطق موجودة في المملكة. فهنا هذه أول بداية لنا، كانت عبارة عن توزيعات مستوحاة من منطقة القصيم، عبارة عن كليجة وفنجال فخار. حلو. يعني دمجتي التراث مع الحداثة، دمجتيها بشكل مبتكر وكتبتي عبارة حلوة. قولي لي اليوم جيهان كيف تشوفين المنافسة خصوصا في مجال التوزيعات؟ دائما في المواسم في مثل هذا اليوم يصير في منافسة كبيرة، طبعا في طلب كبير على التوزيعات، قولي لنا. بخصوص المنافسة أنا ما أشوف أنه في مجال التوزيعات منافسة، بالعكس أنا أشوفه أنه من مبدأ أنه أشوف شبابنا وشاباتنا السعوديين يتميزون. هنا أنا بالعكس أملأ عيني الشعب، يعني البنات اللي قاعدين يبدعون في مجال التوزيعات، أنا هنا قاعدة أملأ عيني وأقول ما شاء الله، بالعكس برافو. هنا أميز نفسي أني أقول أحسن من نفسي أني أتطور أكثر أكثر، أنه أطلع منتج أكثر. زي مثلا عندنا الحنة استوحيناه اللي هو هالسنة اللي هو القهوة السعودية. حلو. إنزين. تمام. عبارة عن قهوة سعودية، ظرف من القهوة، فنجال بالقط العسيري، تمام، وتمر. ف ما شاء الله شلون جبت الفكرة؟ حلوة. الفكرة انه اوريدي عفوا الفنجال من نقطة القصيم، وحنا يا اهل يعني السعوديين بشكل عام عندنا من مبدأ الضيافة اللي هو القهوة والتمر. اي بيت نروح له الان لابد من ضيافة القهوة والتمر من العهود السابقة، يعني من عهد السعودية الأولى. حلو. فمن هنا انطلقنا انه ايش اللمسات الحاضر اللي نقدمها اليوم. حلو. فضبطي عليها اللي هو تغليفه او بوكس بسيط. بالضبط. هذه تكون تقديمه بسيطه. طب نوع البن استخدمته البن السعودي اللي هو الجيزاني. بالضبط، استخدمنا النوع الجيزاني اللي هو استخدمناه كهذا النوع التمر. جميل، تمر وبن صح؟ بالضبط. كنت ابي اسالك عن المواد اللي تستخدموها بالتوزيعات، ايش هي المواد؟ هذا البن خليتيه بهالطريقه. اي بالضبط، الفنجان القهوه واحده، فنجان واحد انزين، وهذا الفنجان السعودي او معنى اصح بالقط القط العسيري. جميل الفنجان، مره جميل. طبعا كنا نسالك قبل شويه عن توزيعات، ايش المواد اللي تستخدموها دائما لما تعملوا كذا توزيعات مبتكره مميزه؟ انا دائما استخدم المواد المستدامه، بمعنى اصح انه احرص، مو بقصه انه دائما، بقدر الامكان اني احرص. انه مثلا الاكريليك انا متاكده اي منشاه كانت طلبت من عندي او معنى اصح استخدمت تستخدمون الاكريليك في طريقه ما، يا اما في الشركات تستخدمها بطريقه اعاده تدوير، وايضا اصحاب الافراد المنازل اي احد طلب مني من علبه البوكس الاكريليك سواء كانت بالفنجان الكليجي او بالعمله، هنا استخدموها بطريقه ما في اي احتياجهم الخاص اعاده تدوير. حلو. ما شاء الله تبارك الله، فعلا القصمان دائما يبدعون. لازم الشيء يستخدم اكثر من حاجه. وشو هذا قلتي لي عمله؟ هذه عمله. ايش قصته؟
انزين على عهد الملك سعود. ايه هذا قرش على عهد الملك سعود، كان اول قرش موجود في عهد الملك سعود، فحبينا انه يكون هذه توزيعات او معنى اصح انه يعني تحفه فنيه نقدر نبرزها في اي مكان. فهنا من هنا فمن هنا انطلقنا انه بالعكس بالذات لون الخزامه مستوحى من الخزامه اللي موجوده في نجد. صح. فمن هنا استوحينا انه تكون كل الباكج او معنى اصح انه التصاميم موجوده في التراث، ما هي بعيده قدر الامكان من تراث منا وفينا. بالضبط. اكيد كل الشكر لك خبيره التصاميم وتنفيذ التوزيعات في المناسبات جيهان فيصل. مشاهدينا خلونا ننتقل لفاصل ونرجع لكم طبعا.